صوفي تيرنر وبريانكا تشوبرا من الإخوة للعداوة. فانز كل من بريانكا تشوبرا وصوفي تيرنر بيتسألوا ايه اللي حصل في العلاقة القوية اللي كانت بتجمعهم ببعض من بعد ما تقدم زوج صوفي جو جونس بالطلاق من زوجته. فلاحظوا الفانز ان من بعد الاعلان عن الطلاق ما بقتش صوفي بتتابع سلفتها بريانكا تشوبرا على الانستجرام، وباين ان الخطوة دي متبادلة، حيث ان بريانكا المتزوجة من اخ جو نيك جونس ما بقتش بتتابع صوفي على الانستجرام كمان، وده معناه ان في دراما حصلة في العيلة، خصوصا ان صوفي لسه بتتابع كل العيله الا بريانكا. فلسه صوفي بتتابع زوجها السابق جو جونس على الانستجرام، وبقيه افراد العيله من حماتها والاخ الاكبر كيفن جونس وزوجته دانييل جونس وحتى زوج بريانكا شوبرا نيك جونس واكتفت بالغاء متابعه شوبرا بس، ومش معروف مين الغت متابعه التانيه الاول، واذا كان التصرف ده سببه خلاف حصل بين الاثنين حوالين موضوع الطلاق. بس المعروف للكل العلاقه القويه اللي كانت بتجمعهم ببعض على مدار السنين اللي فاتت. فاللي بيتابع ذا جونس برادرز هيعرف قد ايه مهمه العيله بالنسبه لهم، وكل افرادها لعبوا دور مهم في عودتهم الكبيره للغنى في 2019 لما ظهروا كل زوجاتهم معاهم في الكليب. وظهروا كمان مع بعض كعيله واحده في فيديو What a Man Gotta Do. وقبل الطلاق كانت صوفي تيرنر واحدة من البرايد ميدز الخاصة بزفاف بيانكا من نيك، وكانوا زوجات ذا جونس برادرز قريبين قوي من بعض، وغالبا ما بيظهروش في العلن مع بعض لدعم أزواجهم، وحتى أطلقوا لقب جاي سيسترز على نفسهم. وفي لقاء عملته قبل كده بريانكا تشوبرا مع إل ماجازين قالت إنها بتعتبرهم كإخوات، خصوصا إنها ما عندهاش في الحقيقة إخوات بنات.